أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج قضايا مصرية. زي ما عودناكم ومع حضراتكم دايما بنرصد كل قضاياكم وكل همومكم وكل مشاكلكم. النهاردة ومن خلال حلقة برنامج قضايا مصرية النهاردة، يمكن دينا عايزين نسمع شعار برنامجنا النهاردة: كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كان، نحن نرصد ونتعقب ونقتحم، بل ونصيب الهدف ببراعة تامة، ولكن من خلال برنامج قضايا مصرية، بعيدا عن السياسة وباحثين عن الحقوق مهما كلفنا الأمر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن وعلى مشارف امتحانات الثانوية العامة، ولدينا الكثير والكثير من التساؤلات. هل يا ترى ستأتي الريح بما لا تشتهي السفن، أم ماذا بعد؟ نحن سوف نستعرض على حضراتكم أحوال التعليم بمصر، ولكن أصبحت مخاوفه كبيرة بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين. هي دينا عايزة تقول إن إحنا طبعاً النهاردة بنشتغل بعيد عن السياسة، ولكن باحثين عن الحقوق دينا. طبعاً دينا بدأت النهاردة حلقة النهاردة التربية والتعليم، والتعليم وحال التعليم في مصر النهاردة، طبعاً مع مصر الجديدة والإشادة دايماً بالقيادة السياسية ومصر الجديدة اللي واخدنا ليها الرئيس. طبعاً لو جينا في العصور القديمة هنبص نلاقي إن اهتمام الإسلام كان يدينا أصلاً بالعلم وبالعلماء. طبعاً العلم هو حياة القلوب، لما نيجي نبص لها أصلاً في الأصل هتلاقي إن العلم هو حياة للقلوب وبيرفع شأن الأمم والمجتمعات، وبيه بتستقيم المجتمعات والحضارة بتنبني على بالعلم. ولذلك يمكن في بداية الإسلام أول إشارة جت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول رسالة واستقبال من الإشارة السماوية للأرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رب العزة بيقول له إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى هنا أول نداء من السماء للأرض اقرأ. طيب وعقبت الآيات حاجة تانية وذكر فيها، بدأت الإشارة النهاردة بالقراءة ثم اتبعت بالألم، الألم اللي هو المفروض بيدون وهو وسيلة التدوين وهو وسيلة نقل العلم. يبقى النهاردة العلم هو أساس الحضارة، والعلم هو أساس قاطرة الحياة. طبعا النهاردة انت نوهت ان احنا عايزين نتكلم عن آباء وأبناء ومعلمين. النهاردة يمكن بيقولوا واحنا على مشارف الثانوية العامة، عايزة تقول ايه يا دينا؟ احنا عايزين نتكلم النهاردة عن اللي بيحصل في الثانوية العامة ونشوف أحوالهم ايه دلوقتي. الآباء متوترين والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين كمان، والدولة مش عارفة برضو تعمل ايه يعني بالظبط. تمام. دايما يا دينا النهارده يمكن عايزين نقول الثانويه العامه، وفي تخبط شديد جدا النهارده في الشارع المصري، مش تخبط بمعنى تخبط، ولكن عايزين نقول النهارده لدينا العديد والعديد من الاستفسارات. ناس بتقول هنمتحن عن طريق التابلت، وناس بتقول هنمتحن عن طريق الورقي. ما بين الورقي وما بين التابلت حيره مع الطالب. هنا النهارده استفسارات عديده هيفسرها لنا النهارده اكيد مسؤولين موجودين معانا النهارده، هيكونوا موجودين معانا النهارده تليفونيا، نظرا لان طبعا احنا عارفين ان احنا في امتحانات ومشغولين بالامتحانات. وطبعا يمكن عشان نفتح ملف الثانويه العامه مع حضراتكم، ولكن في بعض المواضيع المهمه يا دينا حابين نتكلم فيها برضو، عايزين نتكلم عن العمال، عمال المدارس اللي هم الفئه البسيطه في المجتمع والشريحه البسيطه اللي من غيرهم احنا ما نسواش حاجه. العامل في الدول الاوروبيه دايما بيكرموه ودايما بيكون اعلى حد في المجتمع هو عامل النظافه، لكن احنا النهارده عامل النظافه من خلال التربيه والتعليم مشكلته ان هو النهارده ممكن يقعد شهر واثنين وثلاثه ما بيقبضش. طب ليه؟ عشان على الصندوق. لازم ولا بد النهارده ان يكون الدوله ليها واقفه ونظره للناس دهيت. طبعا انا النهارده يمكن 1000 واثنين وثلاثه ما بيكفونيش، محل لما انا ينقطع مني شهر واثنين وثلاثه واجي اقبضهم بعد كده. دي مشكلة أكيد العمال وصونا بيها، ويمكن وسائل التواصل الاجتماعي كلمتنا عليها. حاجة تانية يا دينا النهاردة، طبعا احنا بنشيد النهاردة يمكن مش عايزين نقوله بقى، في ناس بتتكلم وتقول صح وفي ناس بتقول غلط نتيجة الإعدادية. نتيجة الإعدادية النهاردة ما شاء الله عليها طبعا كله سوبر ستار، ومبروك لكل الطلبة اللي تفوقوا، واللي لم يصيبهم الحظ إن شاء الله بأمر الله في الدور الثاني ربنا يوفقكم. وبنشكر كل مدرس مجتهد
وكل طالب تعب مع مدرسه، وان شاء الله يكون المكافأة بتاعت والدك ان شاء الله ووالدتك ان هم يكونوا فرحانين بحضرتك. طبعا هيبقى في عندنا برضو موضوع وملف العصر، السوشيال ميديا اللي ما همدتش ومش عايزه تهمد يا دينا، اللي هي قضيه ال 120 الف معلم والبوابه الالكترونيه دي قنبله موقوته. هل يا ترى النهارده هيبقى في ردود من الوزاره في خلال الايام اللي جايه؟ هل يا ترى هيكون في ايه اللي هيحصل على الساحه؟ ردود فعل كتيره جدا ومناشدات عديده جدا للسيد الرئيس والسيد الوزير والبوابه الالكترونيه وكم الارهاق لل 120 الف معلم، بل وال 36 الف معلم اللي تم تعيينهم وتم فصلهم ليه؟ ما حدش عارف، وعلامات استفهام كتيره، لا في بيان بيطلع من الوزاره عشانهم ولا حد عارف هم عايزين ايه بالظبط ولا الى اين سيذهبوا. طبعا النهارده برضو يمكن عايزين نتكلم يا دينا عن الثانويه العامه. الثانويه العامه طبعا في اكيد على السوشيال ميديا 90% من الاصدقاء عندك حبوا يسالوكي بعض المواضيع اللي حابه تتكلمي فيها النهارده. ايه؟ احنا الطلبه محيره، هي هتمتحن في التابلت والورقه زي ما حضرتك قلت، بس هي لو بيقولوا ان هم يمتحنوا في الاثنين، طيب لو في نص الوقت، لو فاضل نص ساعه من الوقت والتابلت حصل حاجه، هل هو هيبدا يعيد من الاول؟ طيب معانا مداخله يا دينا، مين يا فندم؟ مين معانا؟ ماشي يا فندم. الو؟ السلام عليكم. السلام عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته، صباح الخير. محمد بيه، الله يبارك في عمرك. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا فندم. كل سنه وسيادتك طيب يا فندم، امورني. الله يبارك في عمرك يا فندم. اتفضل معاك يا فندم. انا اولا بشكر حضرتك ان انت متحت لي الفرصه دي من البرنامج بتاع حضرتك المميز. واحنا في ظل قياده السيد الرئيس والجمهوريه الجديده. تمام. تمام يا فندم، اتفضل. سامعني؟ اتفضل يا فندم، سامعينك، اتفضل. فأنا عايز أكلم حضرتك بالنسبة للشباب، في 50,000 شاب دلوقتي موجودين في مصر بالنسبة للقاح، وحاجات متأخرة جدا إن إحنا بنروح عشان ناخد اللقاح، اللقاح اللي موجود فين يا محمد إيه؟ تمام. وطبعا في بعض الدول العربية ما بتعترفش باللقاح اللي هو الموجود. تمام. فليه أنا المسؤولين ما بتوفرش لينا اللقاح اللي هو معتمد؟ تمام. فانا يعني انا دلوقتي عايز اعرف الساده المسؤولين ليه مش عارفين ان الحاجه ديت الناس الشباب اللي موجوده والمتعطلين وعندهم قصورهم اللي يعني كل الدخل بتاعهم معتمد على السفر. تمام. واحنا يا فندم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان بالنسبه لسياده السيد الرئيس والحاجه اللي بيعملها والمشاريع القوميه اللي بتتعمل دلوقتي في البلد، لو الحاجات دي معموله من 30 سنه ما كنتش هتلاقي اي شاب يفكر في السفر وان هو يتغرب وان هو كل يعني انت سيادتك النهارده طبعا بتشكر السيد الرئيس على الاشاده من شباب مصر اللي في الخارج، بيشكروا الرئيس على الدوله الحديثه اللي هو بناها وبنى مصر الحديثه، وفي نفس الوقت ان هو انا بقول لحضرتك لو الحاجات دي موجوده من 30 سنه فاتت ما كنتش هتلاقي ولا شاب موجود بره البلد. تمام. يعني كان ان احنا المشاريع، انت حضرتك تخيل المشاريع دي لو موجوده من 20 سنه كنت انت هتلاقي يد عامله موجوده هنا بره، من بره مصر كمان، يعني هيجيني ناس من بره مصر. ان شاء الله بنوعدك ان شاء الله الدوله المصريه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمليه لم الشمل لابنائنا اللي في الخارج والمتغربين ان شاء الله بامر الله في الايام القادمه هتكون موجوده، ومناشدة هنا من شباب مصر النهارده من الاستاذ عبد المجيد، ولا مين يا فندم معانا؟ لا يا فندم، استاذ عبد المجيد. ان شاء الله بنوعدك ان صوتك يوصل النهارده، وان شاء الله السيده وزيره الصحه يكون لها رد فعل على المكالمه بتاعت سيادتك، وان شاء الله بامر الله بنوعدك ان مشكلتكم كشباب النهارده من توافر اللقاح، بس انت عارف طبعا ان احنا في جائحه كورونا الدنيا مضغوطه كلها، وكان الله في عون الجميع. بنشكرك يا استاذ عبد المجيد. يا فندم احنا مقدرين، احنا ما بنقولش ان وزاره الصحه بتتصرف، وزاره الصحه مشكوره جدا على الجهد اللي هم بيبذلوه، وانا والله من منبرك وانا بشكرهم لان هم فعلا يعني بيبذلوا جهد كبير جدا، وهم طبعا الجيش الابيض احنا ما ننكرش. استاذ عبد المجيد بنستسمحك ان شاء الله في حلقه ثانيه نتناول موضوع اللقاح والشباب، لان احنا طبعا النهارده حضرتك بنتكلم عن التربيه والتعليم. بنشكرك.
طبعا لدينا اكيد لدينا الرسائل العديد والعديد من الرسائل. وقبل ما نخش في الثانويه العامه والوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل اللي جات لحضرتك على التواصل الاجتماعي، حاج عبد المجيد ان شاء الله بنوعد حضرتك انت وشباب مصر كلك ان شاء الله، السيد الرئيس يسمع للاستجابه بتاعتكم ان شاء الله، وعلى اتم الاستعداد ان شاء الله من وزاره الصحه ان يكون بالنسبه لشبابنا وابنائنا ان شاء الله اللقاح يتوفر لكم، وان شاء الله تسافروا على خير اللي كان عنده استثمارات واللي عايز يخلص شغله واللي باني اماله وحياته بره مصر ومشاريعه من زمان، وان شاء الله مصر الجديده اللي ما تخليناش نتغرب، مصر اللي تحتوينا، مصر اللي فعلا بايادي ابنائها ان شاء الله بامر الله تكون مصر المستقبل. اتفضلي يا دينا. احنا وقفنا لما هم في اخر نص الوقت، فاضل نص ساعه من الوقت وخلاص التابلت حصل فيه مشكله، هيبداوا من الاول في الورقه ولا هيكملوا اجابتهم؟ دي برده حاجه محيرهم جدا. يعني عايزه تقولي حضرتك دلوقتي ان انا لو طالب وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي انا بحل على التابلت وجاه الوقت خلاص بدا ينفذ وينتهي، ولكن فجاه خلاص حصلت مشكله والنت فصل، ماذا تفعل لو؟ ده سؤال فعلا وجيه جدا من بعض الطلبه لابنائنا النهارده. سيد الوزير حضرتك النهارده ماذا تفعل لو كان ابن حضرتك او ابن حد من الساده المسؤولين النهارده، ولكن كلنا في دايره واحده وكلنا مركب واحده. حضرتك النهارده اذا كنا النهارده حضرتك هنقوله الامتحان هيكون ورقي وليس التابلت، طب كان ليه التكلفه؟ الحاجه الثانيه اللي عايزين نسالها لحضرتك النهارده معالي الوزير، هل يا ترى حضرتك من وجهه نظر حضرتك النهارده احنا شبابنا وبناتنا وابنائنا كانوا مؤهلين للتكنولوجيا عشان ندخل التكنولوجيا فجاه بالنسبه لنا احنا النهارده؟ وهل يا ترى احنا هنصلح الامور ده ازاي؟ وان شاء الله بامر الله السنه دي تمر على خير ويكون في فكر جديد بمصر جديده وعوامل جديده، لان احنا فعلا بنبني مصر الحديثه يا دينا. وطبعا لابد النهارده يمكن زي ما بيقولوا في الارياف وفي الفلاحين، اللي بيبدا تجارته بينغش في اول ايه؟ بضاعته. يعني مش هتيجي النهارده تدخل التكنولوجيا في مصر مره واحده كده وتلاقي الدنيا كلها تكنولوجيا، لا، لازم هيكون عندنا اخطاء، هيكون وارد عندنا بعض المواقف بعض الامور. الحاجات ده هي اكيد ده في الاول، احنا ممكن نوصل بعد كده، بس كان ممكن نبداها واحده واحده، مثلا ننزلها من هم صغيرين من ابتدائي مثلا، ما تدخلش عليهم ثانويه عامه مره واحده في ثانوي. هو بيني وبينك النهارده والله الاطفال الصغيرين في التكنولوجيا يمكن اعلى من الناس الكبيره. النهارده تبص تلاقي بابجي والالعاب مش عارف ايه، تبص تلاقي العيال الصغيره النهارده ما شاء الله عليهم افضل من كده بكتير. ولكن ايه تاني يا دينا ممكن نتكلم فيه عن الثانويه العامه؟ عدد الاسئله غير معرف لحد دلوقتي، هم عارفين مثلا وقت الامتحان بس هم مش عارفين كم سؤال هيبقى لهم في الورقه. فاهم؟ هو انا جاتني على صفحتي برضو على التواصل الاجتماعي طبعا مع الوزير حضرتك النهارده، وطبعا يمكن حضرتك والد للجميع. سيادتك النهارده في استفسارات عديده من ناحيه الامتحان بتاع الثانويه العامه. بيقولوا النهارده تساؤلات اهمها ان انا النهارده كم الاسئله مع الوقت لا يناسب. فانا هعمل ايه؟ لو انا جيت اعمل في مسوده بالقلم الرصاص، طب القلم الرصاص مشكله لا يعتمد بالنسبه للشهاده او الثانويه العامه، بالنسبه اجابه القلم الرصاص لا تعتمد. طب لو انا النهارده اخطات بالقلم الجاف وشطبت على واحده وجيت اعلم على علامه ثانيه كده، لا هياخد الاجابه دي ولا هياخد الاجابه دي؟ وده المصطلح اللي هم بيتكلموا فيه دينا. تمام، هيعملوا ايه ساعتها؟ فمحدش عارف. يعني يا ريت بيان من الوزاره يكون بيان عاجل كده النهارده من السيد الدكتور رضا حجازي او الدكتور شوقي، يا ريت حد يفسر لابنائنا الطلبه عشان ما يبقاش في تخبط شديد بالنسبه لنا. عايزين استفسارات يا جماعه، عايزين ناس عايزه تسمع، الناس عايزه تفهم. ولكن طبعا النهارده في امور كتيره جدا في لخبطه، ولكن النهارده احنا هندي مساحه، هندي فرصه النهارده لفلان يتكلم وفلان يقول وفلان يعيد وفلان زي ما كل ده تخبط شديد جدا. السوشيال ميديا عليها تخبط شديد جدا النهارده وتساؤلات عديده جدا. يا ريت حد من الوزاره يرد وحد يطلع ببيان من الوزاره يفهم ابنائنا الطلبه هيعمل ايه، ولو الوقت عدى منه هيعمل ايه، ولو انتهى الوقت او الوقت نص ساعه والنت فصل هيكون الموقف شكله ايه، ولو كان ورقي طب لو اجاب بالقلم الرصاص، طب لو اجاب بالقلم الجاف وغلط وحب يصلح غلطه هل هيبقى فيه امكانيه لحاجه زي كده ولا مفيش؟ دي حاجات كتيره جدا، اسئله كتيره جدا. اتفضلي يا دينا ايه تاني؟ عندنا الطلبه المؤجلين يعني من السنه اللي فاتت عندهم برضو رهبه وحيره كبيره، يعني هم مش عارفين ايه هيكون وضعهم بالنسبه لايه؟ الامتحانات. ما هو اكيد اللي هيسري على واحد هيسري على اثنين هيسري على ثلاثه. بمعنى انت عايزه تقولي النهارده يمكن التساؤل النهارده برضو عشان يبقى احنا فاهمين وجهه نظر دينا عايزه تقول يا جماعه ان احنا النهارده الطالب اللي هو موجود في ثانوي عام النهارده ما عنده تابلت.
لكن الطالب اللي مأجل من السنة اللي فاتت ما عندوش تابلت، هو ما قدامش غير خيار واحد الورقي فقط لا غير، ما قدامش غير خيار واحد فقط لا غير. كان في موضوع مهم جدا كنت طبعا انت في كواليس قبل الحلقه كنت عايزه تكلميني فيه، ومنتظرين دكتور طارق عماره ومنتظرين مداخله الدكتوره بوسينه كشك على اساس ان هم يفسروا لنا في حاجات كتير جدا. كنت بتتكلمي على النحو وعلى التعبير، ده موضوع مهم جدا. بمعنى دلوقتي احنا موضوع التعبير خلوه على هيئه اسئله، انت سؤال وهتختار اجابتك، طيب ما عادش انشاء زي الاول، فين فكره وابداعه وحريه الراي بتاعته؟ اتفضل يا فندم. الو دكتور طارق صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا استاذ محمد. كل سنه وسيادتك طيب دكتور طارق، وعام سعيد عليك وعلى الطلبه وعلى مصر كلها وعلى القياده السياسيه. وحضرتك طيب وعلى الساده المشاهدين الكرام بكل الخير والسعاده، ولاولياء الامور ان شاء الله يعني ينال ولادنا كل التفوق والتميز، واتمنى لولادنا كل الخير ان شاء الله رب العالمين والسداد والتوفيق في هذه الامتحانات. دكتور طارق، يمكن انت عارف النهارده ان انت زي ما بيقولوا قلبا وقالبا مع الاب والمعلم ومع الطالب، بصفتك نائب رئيس المجلس الاعلى لشؤون التعليم للاباء والمعلمين، ويمكن عصرنا حضرتك في محافل كتيره جدا دايما المدافع والمحامي وحامل الرسالة على أكمل وجه. تساؤلات عديدة النهاردة من خلال برنامج قضايا مصرية، يمكن دينا عايزة توجه لحضرتك بعض الأسئلة مع سيادتك. دكتور طارق ازي حضرتك؟ دكتور طارق بصفتك رئيس مجلس الأعلى للآباء والمعلمين، نائب رئيس، ايه هي تطلعات حضرتك في المرحلة القادمة سواء في قرارات من قبل الوزارة وعدم وجود تناغم بين الماضي والحاضر والمستقبل في استخدام التكنولوجيا؟ بداية نشكركم على الدعم الحقيقة المهم، مش سامعين الصوت، بيعبر عن رؤية وزارة التعليم ورؤية الدولة قبل الوزارة والقيادة السياسية للتعليم في مصر، وهذه الرؤية اللي إن شاء الله رب العالمين تتجسد فيها يعني خطة مصر واستراتيجية مصر 2030 للتنمية بشكل عام والتنمية المستدامة. الحقيقة انه التطوير اللي بيتم في التعليم كرؤية وكاستراتيجية احنا متفقين معاك كمجلس اعلى الامناء والمعلمين. دكتور طارق، مقاطعة صغيرة لو تكرمت، يعني عشان في مفهوم صغير كده عايزين نوصله للسادة المشاهدين. هي دينا عايزه تقول لي سيادتك بصفتك النهارده نائب رئيس المجلس الاعلى للاباء والمعلمين، تطلعاتكم ايه النهارده في مصر الجديده وفي ظل القياده السياسيه وفي ظل ان الوزير النهارده يمكن بيحارب عشان عايز يبني مصر الجديده مع رئيس، وفي نفس الوقت عايز ينهض بعمليه التعليم، ولكن هو ممكن تقول ايه؟ ان احنا ممكن ما نكونش عندنا استعداد لسه او مش مستعدين ان احنا نتطور مع التكنولوجيا وكلام من ده كله، يعني احنا لسه ما جناش الاوان او بنحاول ان احنا نطلع مع العالم، نطلع مع مصر الجديده. ده اللي دينا عايزه توصل له. انا عارف والله عارف يا استاذ محمد السؤال، لكن انا بس عايز اوضح في المقدمه دي ردا على السؤال لانه سؤال مهم. الرؤيه لا اختلاف على رؤيه الدوله والوزاره في التعليم اللي هي بتقوم على محورين اساسيين، ودي نقطه لازم نركز عليها قوي للساده المشاهدين الكرام عشان برضو يبقوا عارفين الرؤيه قايمه على ايه. في الاساس احنا عندنا نظام التعليم اللي موجود على مدار سنوات مضت كلنا يعني متحفظين عليه وشفنا المنتج بتاعه والمخرجات للنظام التعليم القديم متحفظين عليها كلنا ومعترضين في كثير من الحالات عليها لانه لا يتناسب مع سوق العمل ولا احتياجات سوق العمل والدوله. ولذلك احنا كنا يعني الدوله كانت حريصه ووزاره التعليم العالي بقياده الدكتور طارق شوقي على ان هي تضع رؤيه لتطوير النظام القائم، واهم ملامح النظام التعليمي القديم كانت متمثله في التابلت اللي هو شغل الدنيا كلها من اولى ثانوي الى ثالثه ثانوي اللي احنا بصدتهم الان اولادنا اللي في ثالثه ثانوي الان ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. وتطوير المناهج الى ما وصلنا لتطوير مناهج الثانويه العامه. الحقيقه المحور الثاني والمهم هو بناء نظام تعليمي جديد من تحت بقى من كي جي 1 وكي جي 2
وصل بينا الاولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، هنستلم اولادنا دول ان شاء الله في 20 30 في ثالثه ثانوي. ولذلك انا بتمنى ان الاعلام والساده المشاهدين واولياء الامور يتابعوا ما يتم في النظام الجديد اللي احنا اللي بيتبنى من تحت في كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، لان هذا النظام لم ياخذ حقه من الاعلام، من التحليل، من التسويق لهذا النظام. واصبح تطوير التعليم في مصر كل السهام موجهه الى ما يتم في تطوير النظام القديم اللي هو التابلت. ولذلك احنا كمجلس اعلى الامناء لما سمعنا مع الوزير من اكثر من سنتين ونص لما تولى الوزاره، هو طرح في البدايه قال احنا عندنا كانه تشبيه كده ان نظام التعليم الحالي عباره اللي هو القديم عباره عن عماره قديمه، كل اللي هنقدر نعملها ان احنا هنرمم ونصين هذه العماره ونطور فيها على قد ما نقدر. يعني يا دكتور طارق يعني اكمل حضرتك يا استاذ محمد بس النقطه دي. اتفضل يا فندم. والنظام الجديد اللي احنا عايزين نبنيه من تحت عباره عن برج حديث، و اللي هو النظام التعليمي بقى يتماشى مع نظم الجوده الدوليه والعالميه، وولادنا دول بنستلمهم في 20 30 زي ما قلنا في الثانويه العامه. كل ما طلبناه وطلبتم مع الوزير كنائب رئيس مجلس اعلى الامناء والمجلس اعلى الامناء طلبوا انه عشان نحول هذه الرؤيه المحترمه وهي رؤيه عصريه جدا بنظامها لتطوير النظام القديم زي ما قلنا وبناء نظام جديد، قلت ان خطه التطوير وخطه البناء يا فندم يجب ان تتم من خلال حوار مجتمعي واسع، ويبدا الحوار المجتمعي باهل بيت التربيه والتعليم اللي هم الطالب ممثل في اتحاد الطلاب مصر واولياء الامور والمعلمين ممثلين في المجلس الاعلى للامناء والاباء والمعلمين، وعندنا نقابه المعلمين، وعندنا خبراء التعليم في مصر اللي هم اساتذه التربيه. ثم محتاجين تعديلات تشريعيه، نحتاج الى لجنه التعليم في مجلسي النواب والشيوخ. هذه الاطراف الاساسيه في منظومه التربيه والتعليم كان يجب ان هي تشارك في صياغه هذه الرؤيه واليات العمل في التفاصيل كمان بشكل مباشر. ونساعد احنا كلنا في حوار مجتمع واسع بقى، نخرج للمجتمع نتحاور مع المجتمع ككل حتى يطمئن المواطن المصري وولي الامر، لان انا بتكلم يا فندم عن قضيه تعليم بتمس ما يقرب من ثلثين المجتمع المصري. احنا عندنا ما يقرب من 22 مليون طالب، كل طالب له اب وام، فبضرب في اثنين يعني معنى كده عندي 66 مليون مواطن مصري معني بالتربيه والتعليم. ولذلك هي ليست اقل من ان هي تحظى بمشاركه كل الاطراف المنظومه التعليميه في حوار مجتمعي، ثم المجتمع كله يشارك، لان هو في الاخر وانا بتكلم باسم اولياء امور مصر، هو ولي الامر عايز ايه في الاخر؟ عايز يطمن ان المدرسه دي مفتوحه، يطمن ان ابنه رايح هناك في ايدن امينه معلم امين عليه، يطمئن ان في منهج عصري، يطمئن ان مش عايز دروس، يطمئن ان مش هدي ابني درس خاص بره، لانه ما كل في الاخر انا وفرت لولي الامر هذه الطمانينه، انا مش هودي ابني درس بره. دكتور طارق هنا مع دكتور طارق لو تكرمت هنا بمناسبه الدروس، اذا كان الطالب لسه النهارده يا دوب مخلص الاعداديه لسه ما خدش الشهاده والنهارده حجز الدروس موجود. ما وانا ما بقولش الدروس اتلغت. هل هنا سيادتك العيب يا فندم، هل هنا العيب على مين؟ على ولي الامر ولا على الطالب اللي ما عندوش ثقافه انه يخش المدرسه وان والده دافع فلوس للمدرسه ده هي تاخد حقي في التعليم زي اي حد؟ ليه احنا دايما خدنا الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا؟ يمكن بعض المدرسين النهارده اللي بتعمل اعلانات ليه ما يكونش ليكم واقفه في حاجه زي كده يا فندم؟ بص يا استاذ محمد، والكلام ده برضه بوضحه للساده المشاهدين، انا مش بس نائب رئيس المجلس الاعلى للامناء والاباء والمعلمين ورئيس مجلس امناء كفر الشيخ، انا كمان هتكلم بحكم التخصص كاستاذ تنظيم مجتمع وعميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه كفر الشيخ. انا عايز اكد ان نظرتنا الاحاديه لاي مشكله مجتمعيه نظره قاصره جدا، بمعنى في مدخل اسمه مدخل المنظوم في العلوم الاجتماعيه، هذه مشكله لها اطراف عديده جدا. لما نيجي نشخص المرض اللي موجود اللي هي الدروس الخصوصيه، مسؤول عنه كل اطراف المنظومه وليس الطالب ولا ولي الامر، عشان ما ارهقش بس ولي الامر او الطالب. انا قلت لحضرتك لو اني كولي امر مطمئن ان ابني في ايدن امينه وراح المدرسه هيلاقي ما يجري في الدرس، مش هوديه الدرس، انا عايز ما اصرفش. يعني معنى كده ان سيادتك بتلوم على المدرسه اللي الاطراف كلها، بمعنى المدرسه النهارده عليها جانب بكل اطرافها، سواء مدير، سواء معلم، سواء الطالب نفسه شريك معانا، سواء المنهج،
سواء اداره المدرسه، سياسات الوزاره، كل ده اطراف المنظومه التعليميه يجب ان، ولذلك انا قلت ان الرؤيه محترمه جدا المطروحه، لكن يبقى الاساس فيها انه قناعه ولي الامر واطراف المنظومه بالكامل والمعلم يخضع للتنميه المهنيه وللتدريب حتى يكون لدينا المعلم القادر على ترجمه وتنفيذ هذه الرؤيه الاستراتيجيه للوزاره وللدوله على ارض الواقع. يبقى هنا يا دكتور طارق، هنا لو تكرمت حضرتك النهارده، من احنا هنا النهارده بنطالب كبرنامج قضايا مصريه، يبقى في مدام الرئيس بيعمل او منظومه التعليم السيد الوزير بيعمل تطهير عرقي ان صح التعبير، تطهير عرقي بالمثل اللي انت حضرتك ضربته، المثل الحي اللي حضرتك ضربته. يبقى النهارده السيده وكيله الوزاره، السيده مديرين الادارات، المفروض النهارده يكون في رقابه شديده جدا بالنسبه للمدارس، ويبقى في عقوبه رادعه لكل طالب النهارده ما بيحضرش. زمان كنا سيادتك لما كنت قابل دكتور طارق عماره وهو المدرس بتاعي بيقابلني في شارع، انا كنت لاجرؤ ان انا امشي في الشارع ده، كنت خايف وفي رهبه من المدرس. النهارده يمكن مش عايز اقول لحضرتك، النهارده يجي يقول لك اصلي التعليم الحديث اللي بيخبط واللي بيسقف واللي بيغني واللي بيرقص، احنا وصلنا للحال ده ليه؟ يعني من وجهه نظر سيادتك ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ المعلم جزء من المجتمع، وهو المفروض دره تتاج في المجتمع، والمعلم ده هو اللي علمنا، هو اللي خرجنا، هو يجب ان يكون يعني ليه مكانته الاجتماعيه والادبيه والمعنويه والماديه اللي يستحقها دي حقيقه. لكن الحاله اللي حضرتك شخصتها دلوقتي واللي وصلنا لها من عدم اعطاء المعلم قيمته وقدره في المجتمع، والخلل الكبير في منظومه القيم والاطار القيمي في المجتمع اللي اختل ده، المعلم جزء. هو الاب النهارده بيلقى يعني الاحترام الكامل من ابنائه كما كنا قديما. انا مش ضد التطوير، انا مش ضد التطوير، انا لابد ان نجمع بين الاصاله والمعاصره. انا مع المزج بين الاحتفاظ بقيمنا الاصيله المجتمعيه والدينيه والاجتماعيه الاصيله، وكمان ان احنا نحدث ونطور في المجتمع ككل، ولكن ده زي ما قلنا منظومه متكامله، المعلم جزء منها عشان ما حملوش اكتر مما يستحق. يكفي جزئيه انا اشرت ليها، هو المعلم خد حقه من التنميه المهنيه والتدريب العلمي المنضبط عشان يوصلني ان المعلم يكون على قناعه بهذه الرؤيه ويتحمل مسؤوليه تجسيدها وترجمتها على ارض الواقع. لا طبعا لنا ملاحظات كثيره على التدريب وعلى التنميه المهنيه، وحتى على دور الاكاديميه المهنيه للمعلمين يجب ان يكون لها دور افضل من ذلك. يبقى حضرتك دكتور طارق عايز تنمي المقوله اللي هي دايما بنقراها كثير جدا، اعطني معلم كي اعطيك امه. طبعا ما فيش كلام، ده حقيقه، ده حقيقه، يعني ادي المدرس حقه في كل حاجه، وبعد كده اطالبه ان هو ينتج لي بعد كده. وعلى فكره تاكد الكلام حضرتك بقى بيتكامل معانا في المنظومه ديت دور الاعلام بكل اطراف الاعلام المختلفه. النهارده الاعلام عليه دور كبير جدا جدا فيما يقدمه من نماذج وصور ومسلسلات وافلام، ويعني العديد من النماذج الاعلاميه اللي جزء منها كبير على فكره مش صغير بيسيء للمعلم. يا دكتور طارق حضرتك دلوقتي لقيت فرق في مستوى الطلاب ما قبل وما بعد نظام التابلت، انا عايز اعرف الفرق الملحوظ بينهم. حتى لا نكون ظالمين للنظام الجديد ده او سوري للتطوير اللي حصل اللي هو التابلت، يعني خلينا نقول ان التابلت لولا ان الوزاره استبقت برؤيتها من سنتين ونص قبل كورونا بالتحديث والتطوير في البنيه التكنولوجيه في المدارس بالذات الثانويه من اولى ثانوي، كانت قابلتنا مشكله كبيره جدا جدا في اليات التعامل مع كورونا ومواجهه الدوله لكورونا. ولكن انا بشكر هنا القياده السياسيه في مساله فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاب بقى قلب الاب الحريص على ابنائه ان يوصل رساله طمانه، ولما لقى الحاله اللي احنا فيها وان اولادنا برضه في حاله قلق من الامتحان الالكتروني والتابلت والخوف ان برضه يحصل سقوط للنظام او للسيستم، فوجه بالامتحان الورقي بجانب الالكتروني.
ده انا باسم المجلس الاعلى للامناء والاباء والمعلمين بوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لهذا الرئيس الانسان. دكتور طارق بنشكرك شكر جزيل ودايما تكون معانا ومع مصر كده ومن ابناء مصر، واتمنى ان الحلقه اللي جايه تكون موجود معانا في الاستوديو كده نكون خلصنا طلبنا خلصنا الامتحانات ونتكلم عن مصر الجديده باستفاضه، لان طبعا المداخله التليفونيه ما تكفيناش وخاصه ان حضرتك باع في التعليم المصري. بنشكر حضرتك يا دكتور طارق. شكرا استاذ محمد، وشكرا لبرنامج قضايا مصريه وللصحه والكمال، واتمنى التوفيق، وشكرا للساده المشاهدين الكرام. أشكرك. اتمنى التوفيق لابنائنا واولادنا. شكرا. بنشكرك يا دكتور. طبعا يمكن زي ما سمعنا وشفنا يمكن دكتور طارق عماره حد محترم جدا، حد مثقف جدا، ولكن هو النهارده بيطالب بحاجه واحده، حوار مجتمعي. ادينا النهارده هو عايز يقول اديني كمعلم حقي عشان اقدر اديك انا كمان. عايز يقول النهارده نفعل دور المدرسه والرقابه، وحاول ان احنا نلغي دروس خصوصيه، ونحاول ان احنا النهارده نواكب العصر. هو في تطلعات كبيره جدا، ولكن حضرتك النهارده يمكن عايزه تقول ان بتقولي يمكن خانك التعبير في كلمه التخبط الشديد. في فرق ان انا اقول لواحد كلامك مش عاجبني، وفي فرق ان انا ابتسم له اقول له يا اخي قول كلام غير ده، في فرق ان انا اقول له مباشر انت كذاب. هنا اللغه الدارجه بتقول ايه؟ هو تطلعاتنا ايه؟ ايه الهدف من ورا الحلقه؟ ايه الهدف من ان انا اتكلم النهارده واعمل مداخله مع الدكتور طارق عماره؟ يا ريت يا جماعه حد في الكنترول يشوف لنا الدكتوره بوسينه كشك. فطبعا يدينا النهارده التساؤلات العديده، حلقه التعليم دي باع كبير جدا. عندنا النهارده قضايا عايزين نناقشها. يعني النهارده يمكن لو جينا فتحنا في ملف زي مثلا ال 36,000 معلم ولا 30,000 معلم اللي اشتغلوا شهر ولا اتنين والباب الالكترونيه. تساؤلات عديده جدا، ولا حلقه ولا اتنين ولا ثلاثة ولا 10. بس اكيد اكيد لازم يكون في رد فعل من الدوله، لازم يكون في رد فعل من الوزير، لازم يكون في بيان يا جماعه عشان ال 120,000 معلم. النهارده ان اما تيجي تقول النهارده ترهيق ان انا اروح اخلص ورق، انا يعني سمعت بيان عن الوزاره بيقول ان انا النهارده عشان اكون اتقدم عشان ابقى معلم لازم اكون تابع للنقابه وانا لسه خريج. طب وانا بقيت لسه معلم ولا اشتغلت عشان ابقى تابع للنقابه؟ في شرع مين؟ الناس بتبدا من فوق ولا الناس بتبدا من تحت؟ احنا دايما احنا الشعب المصري عايزين نجيب من فوق خالص. فعندك ايه تاني يا دينا عايزه تتكلمي فيه، وخاصه موضوع الانشاء والتعبير اللي قلقك لغايه ما يجيب لنا دكتوره؟ يا ريت حد من الكنترول يا جماعه يجيب لنا دكتور بوسينه كشك. في نهايه مكالمه دكتور طارق انا بحب اشكره جدا على مكالمته، واوضح كمان ان احنا طول ما احنا عندنا حد زي دكتور طارق والرئيس بتاعنا صدقوني يا جماعه مصر هتبقى كويسه جدا. هم بيحاولوا يعملوا اللي عليهم، احنا كمان نحاول نتعب شويه معاهم ونعمل اللي علينا. هو عايزين وقفه من اولياء الامور، وطبعا ستات البيوت المحترمين، يا ريت مش عايز كل واحده فينا ترهق الزوج اكتر من اللازم. لو ابني ما لقاش الفلوس اللي بيحجز بيها للدرس اسالي حضرتك نفسك كده ولي الامر بيجيب منين؟ اسالي كده حضرتك ولي الامر. يمكن النهارده في ناس بتشتغل شغلانه واتنين وتلاته عشان تكفي ولادها. يقول لك اللي عنده ثانويه عامه ده عنده عروسه بتتجهز. ده بياخد في الدرس ثلاث خصوص، ثلاث دروس خصوصيه. فالنهارده رفقا يعني النهارده المفروض يا جماعه يعني اقل ما يقال خالص ان احنا نقوله رفقا من الاباء والابناء، رفقا رفقا رفقا. مش معنى كده ان احنا بنهاجم الدروس الخصوصيه. طيب حضرتك النهارده كمدرس النهارده عشان في الدرس الخصوصي ايه بتديه للطالب مش موجود في المدرسه؟ طبعا يا دينا حضرتك كنت بتتكلمي على موضوع الانشاء والتعبير، وطبعا يا جماعه عايزين ننوه على الموضوع ده، لان دينا النهارده بتسالني وبتقول دينا بتقول النهارده لو يا ترى، هل يا ترى لو انا النهارده كطالب فكر الدوله، ما تنسيش اجابه السؤال ده، فكر الدوله رايح لمكان واحنا في مكان تاني في وادي تاني. الوزير النهارده بيقول التعبير والانشاء دول عايزينه يقرا في كتب خارجيه وكتب مكتبات وخلافه. يا ريت تعرضوا لنا الصوره يا جماعه كده لنموذج كده من الامتحانات عشان نقدر نتكلم عليه. طبعا زي ما بيقولوا احنا يمكن النهارده هو عايز يجيب لك اجابه في كلمه. ايوه يا فندم تمام.
طبعا يا جماعه لو احنا بصينا كده هنبص نلاقي ان احنا النهارده بنلاقي ان الطالب كلمه وبس، كلمه وخلص الكلام على كده. لكن تطلعاتنا النهارده لو انا عايز اطلع صحفي، لو انا عايز اطلع معلم النهارده لغه عربيه عايز يكتب موضوع انشا، هيكتب ازاي؟ لو استنينا بالحال ده هنرجع لورا، ولكن موضوع التعبير والانشا بالذات دون عن اي شيء لازم يكتب بخط ايده ولازم يتعلم يكتب ويدور، وبناء عليه اقدر اطلع حد سوي صحفي محترم، هطلع معلم لغه عربيه محترم. طبعا في امور كتيره جدا حابين نتكلم فيها، هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني.